السلام عليكم يا شباب، فيديو جديد. حاليا احنا في نسخة بابجي موبايل البيتا في تحديث 0.18 اللي هينزل مع الرويال باص السيزون 13. حاليا في اضافة جديدة انك انت ممكن تركب سكوبين على نفس السلاح، بانك بتاخد القطعة دي اللي هي كانلت سايد، تمام، بيظهر لك العلامة بتاعتها اللي هي جنب السكوب اللي هي مكتوب عليها مين وسايد. دي بتبدل لك بين السكوب، يعني بتبدل بين سكوب بس، لكن انت بتفتح السكوب بنفسك. تمام، هي الإضافة دي كويسة بدل اللي هي كويك سكوب اللي هي كويك سكوب اللي بتغير اللي بتسكوبات، بدل ما تغير سكوب سكوب 3 مثلا سكوب 6 وبتفتح السكوب، يعني دي بتبدلك بس بين السكوب. تمام، طب انا لو عايز دلوقتي اخليها ان انا افتح السكوب بشكل منفصل، يعني السكوب اللي هو الريد دوت تفتحه لوحده. تمام، بتخش على السيتنج، بتخش على اللي هي كانتد سايد بوتون دي، بتخليها تاب كلوز سكوب. ده كده بقى السكوب ده بشكل منفصل، يعني انت بتدوس على العلامة اللي هي الحمراء دي اللي ظاهرة جنب السكوب، ده بيفتح لك السكوب درور الريد دوت على طول. تمام، بيبقى علامتين الفتح السكوب العادي بيفتح لك السكوب الأساسي اللي هو على السلاح سكوب 6. تمام، حاليا سكوب 6 على السلاح، سكوب 6 العلامة التانية اللي هي ظهرت ده بيفتح لك السكوب الريد دوت. هي إضافة كويسة برضه بالنسبة إن أنت ممكن بدل ما تستخدم اللي هي كويك سكوب شانج على طول، لو في أي وش مثلا. تمام، وبصف التحديث الجديد سلاح الوين 94 او اللي هو الوينشستر موجود كتير في خريطة الصحراء. تمام، السلاح ده كان من غير سكوب حاليا، لكن التحديث الجديد اضافوا له سكوب، بما يعادل مثلا سكوب 4 السكوب اللي عليه ده، او ممكن اقل من 4 شوية. يعني هو حاليا السكوب عليه كويس، لان هو كان في خريطة الصحراء موجود كتير في خريطة الصحراء، كان معلوش اي سكوب يعني، فانت بتستخدمه بالايرون سايت بتاع السلاح بس. فهو المفروض ان هو السلاح ده متصنف ان هو قناص، ما كانش عليه اي سكوب خالص، فما كانش حد بيستخدمه كتير. ممكن حاليا دلوقتي حد يستخدمه، هو الدمج بتاعه قوي السلاح ده، بما انه ضافوله سكوب هيبقى الناس هتستخدمه احسن من الاول يعني.